السلام عليكم. واش لي فيراجيست، نتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. الموضوع ديال اليوم غتكون من سلسله تعريف الاولتراس، واللي غادي نبدلوها واحد شويه، حيت في هذه الحلقه غادي نهضروا على جروب سيبورتر، وماشي اي جروب سيبورتر عادي، دوس كالاس. ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع ديالنا ضروري ما نعطيكم لمحه او نبدا على معنى الجروب سيبورتر وشنو هو الفرق بينه وبين الاولتراس. فإلا كنتي اول مره كتشوفني فما تنساش تابونا في لاشين باش تزيد تكبرها وباش نقربوا من الهدف ديالنا اللي هو 100,000 ابوني قبل من 2022. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش تخليوا لي لايك باش يزيد يبان عند ناس اخرين، واللي عنده اي سؤال فيحاول يخليه لي في الانستغرام ديالي، حيت تما كنجاوب كل شيء. ومنها فريق غادي تتبع السطوريات ديالي والمواضيع اللي كنطرقوا ليهم تما، اللي بطبيعه الحال ما يمكنش يكونوا في اليوتيوب. ودابا باش ما نطولش عليكم اكثر من هكا، خليكم مع الانترو ونتلاقاو مورا. دابا اجي اطلق معايا ودنك وسمعني مزيان، ومن الاحسن ما تخطى حتى شي ثانيه من الفيديو باش نوصل لك كل شيء. الجروب سيبورتر اللي كتعني بالعربيه مجموعه مساعده او مشجعه تصاوبت لنفس الغرض اللي تصاوبت على ود الاولتراس، الا وهو تشجيع الفريق 90 دقيقه والحضور في 30 دوره وسط الفيراج. وحتى هي كتمشي على خطى الاولتراس كانها كتباشي في التيران وكتهز تيفوات وكدير كراكاجات الى غير ذلك. عارف بزاف منكم غيجيو يقولوا لي ايوا من اللي هي بحالها بحال الاولتراس، علاش ما تسميش راسها اولتراس وتهنى؟ انا غنجاوبك الفرق بين الاولتراس والجروب سيبورتر، فبكل بساطه هو العقليه. نعطيك مثال، الاولتراس بعض الحالات كتكون متبعه قوانين او ما يسمى بمبادئ الاولتراس، بحال الكورتيجات، العداوات، الكلاشات في التيران وسرقه البيشان وزيد وزيد. فمثلا الا مشى لك الباش ديالك فراه خاصك ترجعه، ولا مشات تتعلب ليك فراه كتسمى اولتراس اليميني، يعني كتحس براسك كانك خاضع القوانين وتحت مبادئ. اما الجروب سيبورتر فراه ما خاضع حتى شي قانون او اي مبدا وتا شي حاجه ما كتسيطر عليه، والهدف الوحيد ديالو بكل بساطه انه يشجع فرقته ويؤدي الواجب ديالو كانه فيراجيست كيحب فرقته. يعني اي حاجه كتلهيهم على الفريق ديالهم فراه بكل بساطه غتلقاهم كيتفاداوها، الهم ديالهم الوحيد هو انهم يسيبورتو الفريق ديالهم 90 دقيقه صافي. وكمعلومات ثانويه بالنسبه لاول جروب سيبورتر في المغرب او اول جروب دخل هذه العقليه للمغرب، فكانت هي لاكليك سيلتيك المسانده للرجاء الرياضي اللي تحولت من جروب سيبورتر لالتراس جرين بويز. وعلى حسب ما عارف باللي كاين الربعه ديال الجروب سيبورتر دازوا في المغرب، لاكليك سيلتيك، دوس كالاس، جروب سيبورتر تشيره، وجروب سيبورتر فيس رابا المسانده للفتح الرباطي. وبما اننا ديجا دوينا على لاكليك سيلتيك اللي غادي تلقاو الحلقه ديالها في لاشين ولا غتدخلوا لتحت لا ديسكريبسيون، فدابا وصلت النوبه على الدوس كالاس اللي غادي نحاول نفلي لكم التاريخ ديالها. جروب سيبورتر دوس كالاس تاسس في 26 ابريل سنه 2014 من طرف مجموعه من شباب مدينه الجديده. هدفهم من هذه المجموعه هي انشاء طريقه وعقليه تشجيع مختلفه على جميع الجروبات المغربيه. ورغم انهم بداوا معطلين اي في سنه 2014، الا انهم داروا شلا حوايج اللي مجموعات كبار قبل منهم مازال ما داروهاش. دوس كالاس اللي كتعني بالعربيه ولاد الدكاله، اللي كيعبروا بها على انهم فخورين بانتمائهم للجديده. وبالنسبه للوغو ديالهم فراه كيجيب الرقم 12 اللي كتعني اللاعب رقم 12 والداعم الرسمي والاساسي للفريق ديالهم. دابا غادي ندوزوا لاول باشاج اللي كان في 2014 ضد النادي الاهلي المصري في اطار كاس الكونفدراليه الافريقيه، اللي الباش الاول ديالو كانوا طابعين فيه السلوغو الخاص بيهم اللي هو بلاير نمبر 12 او اللاعب رقم 12 كيف ما ذكرت سابقا. المجموعه ومن لحظه تاسيسها اشتهرت بطريقه تشجيع حضاريه طيله اطوار المباريات اللي خلاتها تطبع بلاصه في الموفمون المغربي بالزربه وتكسب احترام الفصائل الاخرى. ندوزو للاعمال اللي اولها كان كراكاج اسطوري بمعنى الكلمه سنه 2014 ضد الوداد. يعني غير تخيل معايا مجموعه يلاه مصاوبه ومازال ما شدت راسها بدات بداية مهيبه بحال هذه، فبكل بساطه خاصك تهبط الكاسكيطه احتراما له. من بعد وفي سنه 2015 غتبصم الدوس كالاس على اول تيفو ليه ضد اتحاد طنجه في الدوره 6، عباره على تيفو كوريغرافي بالبيض والخضر كتوسطو عباره هوب اللي كتعني الامل مع ميساج كيقول از وات ميك اس سترونغ اللي كتعني
الامل هو ما يجعلنا اقوياء. اول شيء فطر واد واللي كان دوس كالاس سباقه فيه في المدينه، كان سنه 2015 ضد الرجاء البيضاء. مهم تيفو كان بعنوان لونور دي لا تشيتا اللي كتعني شرف المدينه، تعني تيفو المتحرك اللي خدمته دوس كالاس سنه 2019 في منافسات كاس العرش ضد خنيفره. تيفو كيشمل ثلاثه الاجيال اللي هما الابن والاب والجد، كتوسطو عباره فيكتوري في الاول جينيريشن اللي كتعني النصر لجميع الاجيال، مرفوقه بميساج يو فايت وي ساكريفايس اللي كانت ميساج للعابه، نتوما حاربوا في التيران وحنا غنضحيو ونعانيو على ودكم. دابا ناخذكم للميساجات المشتركه اللي ابرزها ميساج من بيت الاحرار مع الوينرز ايام منع الاولتراس، واخرى مع فاصيل فيردي ليون المشجعه المولوديه الجزائر، الشعب الجزائري والمغربي الودود لن تفرقه السياسه والحدود. دابا ندوزو للحركيه وابرز التنقلات اللي دائما ما كيبسموا على دي بلاسموات كبيره، بحال دي بلاسمو ديالهم الاسفي وجده برشيد طنجه وتطوان، وما نساوش التنقل الكبير ديالهم لدوله غينيا. وبالنسبه للخوات والعداوات فكيف ما ذكرت سابقا انهم ما كيتبعوش نفس مناهج الاولتراس ومتبعين مبدا العقليه الاسلاميه اللي تيقول احترم تحترم، اللي بينوه مع مجموعه درب سلطان اللي استضافوهم الفطور في رمضان ورحبوا بهم ترحيب الملوك. وبالنسبه لعلاقتهم بالكابسولي فراها متوتره واحد شويه، لذلك فما غنبغيش ندوي عليها باش ما نخلقش الفتنه. دابا ندوزو لي كابو اللي كان اول كابو طلع هو الكابو القوصو وتبعو جمال، من بعد جا سفيان واخيرا جا عز الدين، وحاليا فالفيراج راه من دون كابو بحيث ان جمال مشدود في الحبس وعز الدين في الغربه. فبحسب الهضره اللي كتدور في الجديده تيقولوا ان الكابو جديد غادي يكون من الجروب ميزيكا، والله اعلم. واخيرا وصلنا للالبومات، لاول البوم لونساو دوس كالاس كان بعنوان فان دي بازيانزا، وهي عباره ايطاليه كتعني نهايه الصبر، اللي كيحتوي على 8 ديال التراكات من اهمهم لا غروند امور. ثاني البوم كان بعنوان باسيون ايتيرنيل، وهي عباره فرنسيه اللي كتعني الشغف الابدي، اللي كيحتوي على 4 ديال التراكات من اهمهم 56 درابو عالي السماء. ثالث البوم لا فوتشي دي لا تشيتا اللي هي عباره ايطاليه كتعني صوت المدينه، اللي كيحتوي على 4 ديال التراكات من بينها اغنيه في بلادي كيضلموني. رابع البوم الواقع المستور اللي البوم عرف تطور ناجح من طرف الجروب ميوزيكال. خامس البوم ريليدات سوسيال وهي عباره اسبانيه كتعني الحقيقه الاجتماعيه، اللي طرحوا منه لحد الساعه 2 ديال التراكات. التراك الاول كان بعنوان رساله مظلوم، كيهضر على عضوين من المجموعه اللي تسجنوا ظلما وعدوانا. ثاني تراك 56 ساعه اللي كيحكي على الحراك. العشران الحلقه ديال اليوم سالت، اللي نتمنى تكون عجباتكم ونكون عرفتكم شويه على الدوس كالاس ونكون قربتكم ولو شويه من التاريخ ديالها. فما تنساوش لي لايك والاشتراك في لاشير وتخلي لي في الكومنتات الموضوع اللي بغيتي ندوي عليه في الحلقه الجايه. ما بقى لي ما نقول لكم من غير تهلاو في راسكم وبيس.